هنتكلم على development of the palate. بس قبل ما اتكلم على البلد جبت لك الصورة اللي فاتت اللي هو في الديفلوبمنت بتاع الفيس، وقلت وبفرج دلوقتي على الابر جو اللي هو ده الفك العلوي، وده الفك السفلي. الفك العلوي كان عبارة عن ماكسيلاري بروسيس، وده ماكسيلاري بروسيس، والاتنين مع بعض في الوسط في جزء من الفرونت ونيزل بروسيس، ده اللي هو عمل لي الفولترم اللي هو الجزء ده. يبقى الفك العلوي طلع من الماكسيلاري بروسيس، والماكسيلاري بروسيس والحته اللي في الوسط اللي هي بيسموها ايه الفولترم دي، او قلنا عليها اسم اسمه ايه بري ماكسيلا، ده الفك العلوي. وده الفك السفلي اللي تحت بقى اللي هو ده عباره عن ايه فك السفلي. انا عايز اكون البلت اللي هو سقف الحلق، ماليش دعوه بقى بالفك السفلي، يعني قصتي كلها هيبقى في الفك العلوي. الفك العلوي هو اذا كان دي قوس الفك العلوي، القوس ده هيتحشي او هيتملي بالفك بالايه بالبلت، يعني القوس هيتملي بالبلت. ادي القوس اهو اللي هو ده، ده القوس اللي هو ده اهو. خلينا بقى دلوقتي ادي القوس اهو، ادي القوس. انا دلوقتي البني ادم فاتح بقه، البيبي فاتح بقه، الامبريو فاتح بقه، فادي المجزيلر بروسيس اللي هو ده اهو، ادي المجزيلر بروسيس اللي هو ده من ناحيه، وادي المجزيلر بروسيس من الناحيه الثانيه. وهنا الفولترم اللي هو ده اللي هو الفولترم اللي هو السيجمنت اللي في النص دي اللي هي كنا بنقول عليها البري ماكسيلا. فالفولترم او البري ماكسيلا دي بتعمل لي حاجه بيسموها برايمري بلت، ده اللي اسمه ايه برايمري بلت. نيجي بقى ماكسيلر بروسيس، والماكسيلر بروسيس هتطلع لي هنا في الحته دي والحته دي، دي تعمل لي هوريزونتال بليت، ادي هوريزونتال بليت طلع او هوريزونتال بروسيس اوف ماكسيلا، ادي الماكسيلا او الماكسيلا تطلع لي هوريزونتال بليت او هوريزونتال بروسيس اوف ماكسيلا، واحد الناحيه دي واحد الناحيه الثانيه، والاثنين دول عملوا لي سكندري بلت. ادي القصه. يبقى البلت عباره عن حاجتين، اول حاجه بري ماكسيلا اللي هي دي اللي هي دي عملت لي البرايمري بلت. طب البرايمري بلت دي بشوفها ازاي؟ قال لك الحته لما بتشوف الروف او الروف اوف ذا ماوس في حته دي هنا فصه في العظم اسمها انسيسيف فصه، وفصي انسيسيف فورامل. الانسيسيف فصه والانسيسيف فورامل كلهم طالعين من الجزء ده اللي هو الجزء ده اللي بيسموه البري ماكسيلا. نيجي بعد كده الجزء ده اللي هو الهوريزونتال بليت دي، والهوريزونتال بليت او البلاتاين بروسيس اوف ذا ماكسيلا، ادي الماكسيلا ادي البلاتاين ادي الماكسيلا طلعت لي البلاتاين بروسيس اوف ماكسيلا والبلاتاين بروسيس اوف ذا ماكسيلا، دول كل دولت الاثنين مع بعض طلعوا لي السكندري بلت. البرايمري بلت والسكندري بلت بيكونوا ايه البلت نفسها. نيجي بعد كده اذا كان ده قطاع في الفيس اهو باين البلت اتكون، ينزل بقى من 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 الروف من السقف فوق ديسنت فيرتيكالي هنا اهو بروسيس تاني نازل من تحت من فوق لتحت، ده اللي احنا بنديه النيزل سيبتم. يروح الفتحه دي كانت كلها بتاعت النوز، راح نازل النيزل سيبتم اسمها هنا ادي نيزل كافيتي على الرايت ونيزل كافيتي على الليفت.